مشاهدينا رجعنا لكم باخر فقرات نهارك سعيد. كل عام بيقيم الطلاب في عدد من الكليات المختلفه وعلى مستوى جامعات مصر كلها مشاريع في مجالات التنميه المختلفه اللي ممكن تفيد مصر. الطلاب بيقدموا المشاريع دي اثناء دراستهم في الجامعه. هنشوف المشاريع اللي بيقدموها دي ممكن تفيد ايه في المستقبل، وهل ممكن المشاريع دي تتطبق بشكل يفيد المجتمع ككل بعد كده ولا لا. معانا النهارده احمد ايهاب طالب كلية هندسة شبرا، أهلا وسهلا بك يا أحمد. ومعانا كمان الشيماء أشرف طالبة بكلية هندسة شبرا، أهلا وسهلا. دلوقتي طبعا أنتوا بتقدموا مشاريع أكيد في مجال تخصصكم، بتعتمدوا على إيه من اللي درستوه بتقدروا أن أنتوا تطبقوه على المجالات العملية وبتطبقوه على المشاريع اللي بتقدموها من خلال الجامعة؟ طيب، هو مبدئيا احنا اسمنا ناكتس، منظمة عالمية موجودة في 36 دولة على مستوى العالم وموجودين في 40 جامعة على مستوى مصر. اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نطبق العمل الريادي في مناطق عشوائية باستخدام المشاريع اللي احنا بنعملها، وبنعلم الطلبة اللي فيها برضو سكيلز بيتخرجوا يعني يشتغلوا بيها. بتعلموا انهي طلبة؟ الطلبة اللي بيشتغلوا في المشاريع دي. اللي معاكم؟ اللي معانا. اللي بيبقوا اصغر بيبقوا اصغر لا منكم؟ لا، هو بيبقوا يعني فرنج الكلية، من اول ما بيدخل الكلية لحد ما بيتخرج، يعني عندهم الفرصة انهم يتطوعوا في النشاط ويشتغلوا معانا. طبعا احنا المسؤول عننا في ناكتس ايجيبت هي دكتور فاطمه سيري، هي المسؤوله عن كل الجامعات كلها. المشاريع اللي احنا بنعملها كل سنه بتختلف على حسب الكرايتيريا اللي هم بيحددوها. انت في سنه كام في الجامعه السنه دي؟ ثالثه. احنا في ثالثه. ومن اول ما دخلتوا الجامعه بتقدموا مشاريع؟ من اعدادي تقريبا. عملتوا كام مشروع لحد دلوقتي؟ هو احنا بقالنا 4 سنين ناكتس هندسه شبرا، بقالنا 4 سنين ودي السنة الخامسة لينا. في ال4 سنين اللي فاتوا عملنا حوالي 11 مشروع. كل سنة بيكون في مشاريع جديدة بكرايتيريا جديدة. مين اللي بيقولوك على المشاريع اللي ممكن تعملوها ولا دي بتبقى أفكاركم؟ هي بتبقى أفكار مننا احنا، يعني احنا المفروض ان احنا أول ما بيتحدد لنا معايير معينة احنا بعد كده بننزل مناطق معينة وبنشوف احتياج الناس ايه، وبنحاول نلبي الاحتياج ده باستخدام المشاريع اللي احنا بنطلع أفكارها. طيب، هل بتطبقوا اللي بتدرسوه دراستكم بتنفعكم في المشاريع اللي بتقدموها، ولا ممكن يتقدم لكم مشروع وتكونوا ما درستوش حاجه عنه في الكليه؟ مش شرط فعلا، يعني هو في مشاريع بيبقى ليها علاقه احيانا بمجال دراستنا، في مشاريع تانية بتبقى بره مجال الدراسه. فمش شرط، يعني على حسب النيد الموجود في المكان اللي احنا هنعمل فيه المشروع ايه. لو في مجال الدراسه بنشتغل عليه، لو غير مجال الدراسه بتبقى حاجات بنتعلمها احنا وبعدين نبتدي نعمل المشروع فيه. طيب، هل انتوا كطلبه كليه هندسه طبعا عندكم الدراسه صعبه جدا، بتلاقوا وقت ان انتوا تعملوا المشاريع دي خارج نطاق الدراسه؟ دي الفكره بقى، يعني الشخص اللي هيعرف ينظم وقته عشان يشتغل في النشاط ويؤدي فيه صح وفي نفس الوقت يشتغل حلو في الدراسه ويجيب تقدير، بيطلع بشخصيه يعني اي حد يتمناها. ده اللي احنا بنسعى وراه. خلال ال4 سنين زي ما قلتولي عملتوا 11 مشروع تنموي يفيد البلد. يعني ممكن تكلمونا عن يعني المشاريع المهمة في ال11؟ تمام. كان عندنا في مشروع لتطوير السياحة الداخلية، كان في مشروع لتطوير حديقة الحيوان. ازاي بقى؟ تمام. مشروع تطوير حديقة الحيوان كان بنك CIP حاطط ميزانية معينة عشان يطور حديقة الحيوان. فدي كان كل تيم من تيمات إنكتس على مستوى مصر شغال على مشروع لتطوير الحديقة. فاحنا التيم بتاعنا نزلنا الحديقة وعملنا سيرفي هناك واتكلمنا مع الناس ودرسنا الحديقة وشفنا ايه المشاكل. طبعا هي الفترة الأخيرة ما بقتش زي زمان، مش زي زمان طبعا، باظت من كل حتة تقريبا. فابتدينا ننزل كذا مرة وندرس المكان، وبعدين التيم بتاعنا اشتغل بقى على يعني حاجات معينه لتطوير الحديقه سواء في المباني في الخدمات. وده في نطاق الدراسه ان انتوا بتطوروا في المباني وانتوا يعني ده يعني خلال دراستكم؟ ده كان حاجه تبع دراستنا. عندنا زمايلنا اللي كانوا في قسم عماره هم اشتغلوا على المشروع ده، وفي المشروع ده احنا خدنا مركز تاني على مستوى مصر كلها في تقديم يعني خطه كويسه لتطوير الحديقه. طب وايه مشاريع تانية؟ مشروع تطوير السياحه الداخليه اسمه انا اولى بحلاوتها. ده كان انا اولى بحلاوتها. أنا اولى بحلاوتها هو مشروع لتطوير السياحه الداخليه. اتعمل بعد الثوره على طول عشان كانت السياحه وقعت تقريبا، شبه وقعت، ما بقاش فيه سياح يجوا من بره والاقتصاد بدا يقع شويه. طب مش عايزين نقول اسماء بنوك عشان برضو ما تبقاش اعلانات، لو في اي بنك ممول تاني ما نقولش اسمه. ما تقلقيش. هو بس المشروع ده الهدف الرئيسي منه ان احنا ننشط السياحه الداخليه. ازاي؟ بان احنا بنجمع تيم من الطلبه وبنروح نزور مواقع مش معروفه بس اثريه موجوده في مصر. تمام. كان في مشروع تاني كان معمول في منشيه ناصر في حي الزبالين. هو هناك المنطقه بيتجمع فيها زباله القاهره الكبرى كلها،
فبيكون في هناك اطنان من الزباله. فنزلنا المنطقه ودرسنا المشاكل الموجوده، فعملنا هناك 3 مشاريع. كانت المشاريع دي بيدعمنا فيها مؤسسات حكوميه، وكان في شركات غير حكوميه كمان بتدعمنا فيها. المؤسسات الحكوميه دعمتكم ازاي؟ كان في مثلا وزاره الدوله لتطوير العشوائيات كانت بتساعدنا هناك، في جمعيه هناك عن طريقها وعن طريق الوزاره قدرنا ندخل المنطقه وندرس المكان، وعملنا هناك كذا مشروع. كان في مشروع للامن الصناعي هناك، في اكتر من 600 ورشه لاعاده تدوير البلاستيك موجودين اصلا. 600 ورشه موجوده لاعاده تدوير البلاستيك، بس هناك ما عندهمش اي خلفيه عن الامن الصناعي. ازاي ان انا اقدر اعمل ده؟ يعني بيروحوا يدخلوا الورشه ويشتغل عادي، في ناس ايديها تتقطع يتعور مفيش مشكله، اي امراض ممكن تجي لهم ما عندهمش اي خلفيه ان هم ازاي يقدروا يحموا نفسهم بالظبط. فاحنا ابتدينا نتعامل معاهم ونديهم سيشنز اللي هو ازاي تامن نفسك وسلامتك وسلامه العمال اللي معاك هناك. كان في تاني مشروع لاعاده تدوير المخلفات الالكترونيه. يعني هو التكنولوجيا الفتره اللي فاتت بقت يعني تتطور جدا، فكل سنه بيبقى فيه مخلفات الكترونيه بتترمي. اكيد. فاساسا المخلفات دي غلط ان هي تترمي في الزباله، لانها ده عايزين توعيه برضو للمواطنين بده. بتطلع الزباله، يعني بتطلع غازات مضره جدا. ايوه طبعا. ففي مصر بنرميها في الزباله، فهناك في منشيه نصر بيتجمع كمية كبيرة من المخلفات الإلكترونية بتجيب لهم. بتعمل بيها إيه بقى؟ ما هم ما كانوش بيعملوا بيها حاجة، هم كانوا بيرموها، كانوا هناك معتمدين على البلاستيك والكرتون والإزاز والورق، فاكرين إن هو ده بس هو الأساس، بس مصدر رزقهم وعمل له إعادة تدوير. لكن المخلفات الإلكترونية كانت الثقافة دي مش عندهم. فإحنا نزلنا وعلمنا، اشتغلنا هناك على مجموعتين، كل مجموعة كانت مكونة من 12 بنت وسيدة. تمام. علمناهم إزاي تعمل إعادة تدوير للمخلفات الإلكترونية دي. إن هي بدل ما بترميها وبتضرك أنت، هي ما بقتش تضرك، وبقيتي تعملي لها إعادة تدوير وتبيعيها بعد كده، بقت مصدر رزق لي. طب هم هناك يا احمد ازاي يقدروا ان هم يطوروا من المخلفات الالكترونيه؟ هيقدروا عندهم الماكينات اللي بتساعدهم على كده وعندهم المواد؟ احنا بالشراكات اللي عملناها مع المؤسسات الحكوميه قدرنا ان احنا نوفر لهم الماكن اللي هم ممكن يستخدموه في اعاده التدوير. فبكده احنا بيعملوا منه ايه؟ هو اي هي بيعملوا منهم اي حاجه ممكن نستخدمها في الانتاج بتاع اي حاجه الكترونيه. تمام. طيب انتوا المشاريع دي نقدر نغير منها العالم، زي ما بيقول الشعار بتاعكم we can change the world، صح؟ تقدروا تعملوا ايه تغيروا بيه العالم من خلال المشاريع كل بتقدموها؟ هو كل مشروع بيكون على حسب، يعني احنا بنغير العالم، العالم مش هغيره ان انا اجي اخد العالم من بره واقول هغيره، لازم ادخل جوه. وكل واحد لو في المكان بتاعه شاف مشكله معينه وحلها، وبقينا كتير، يعني زي ما احنا في إلكتس احنا في كذا جامعه، كل جامعه بتعمل مشروع في مشكله معينه وتحله، ففي الاخر بيجي اخر السنه يلاقي ان احنا تقريبا حلينا حوالي 50 مشكله. عملتوا مشاريع كتير. 50 مشروع، 50 مشكله اتحلت. فمن هنا بيبتدي تغيير العالم بالحاجه البسيطه، اللي هو المقوله بتاعت غاندي، كن انت التغيير الذي تريد ان تراه في العالم. فاحنا واخدين المقوله دي من الفكره كلها بتبقى في ان كل جامعه لو بتشتغل على المحيط اللي حواليها فهو كده بيأثر في مكان معين. فبالتجميع كلها اللي هو الناس كلها حول العالم كله بيقدروا يغيروا في اماكن كتير جدا. احنا هيكون معانا دلوقتي صور لبعض المشاريع اللي شاركتوا فيها، تنزل معانا على الشاشه. ده مشروع ايه؟ ده كان مشروع البيوجاز. البيوجاز ده كان مشروع بيستخرجوا روث الحيوانات ونعمل منه غاز طبيعي للفلاحين، اللي هو بدل ما بيرمي الروث عنده في البيت كان بيعمل منه غاز طبيعي يكفيه هو واسرته. طب كويس. كان بالتعاون مع وزاره البيئه. احنا معناش صور تاني؟ في صور تاني؟ لا في صور تاني. طيب مبادرات كتير جدا قدمتوها من خلال مشاريعكم لحد دلوقتي، ممكن تكلمونا عنها برضه؟ عن ايه؟ المبادرات اللي قدمتوها من خلال المشاريع بتاعتكم. ما هو كل مشروع كان بيكون على حسب التأثير بتاعه، يعني سواء مشروع الحي الزبالين عملنا كذا مشروع فقدرنا نحل هناك كذا مشكله. كان في مشروع تاني زراعه اسطح جرين روفز برضو، ده كان في قريه طحا في شبين القناطر محافظه. المشروع ده منتشر جدا برضو، مهم جدا ان ممكن كل اسطح المنازل يبقى عليها يتم زراعتها، يعني ان احنا نستفيد من الاسطح في الزراعه، وان الناس يعني تاكل خضار فريش ونظيف وبسعر وتكلفه قليل جدا. هتلاقي ان كل الاسطح كلها مهمله وهي بتبقى مساحه فعلا كويسه جدا لدرجه ان انت ممكن تطبقي مشروع فعلا. فاحنا كنا بنستهدف ان الناس يبقى عندها اكتفاء ذاتي، يكسبوا دخل من الموضوع ده، ولو الموضوع يعني وصل لمرحله كويسه جدا معاهم ممكن حتى يبيعوا المنتجات بتاعتهم، لانها بتبقى عضويه 100%. ويستفيدوا من ده كمان، مش بس ان هم يستفيدوا بيه ان هو ممكن ياكلوا اللي هم زرعوه، لا انه يبقى مشروع ليهم بالظبط. يعني احنا كنا حاولنا، يعني لو هنعمل كوميونيتي مثلا
يبقى في الشخص ده او العماره دي على سطحها في مثلا بيزرعوا خضار، العماره الثانيه بيزرعوا فاكهه، ولو قدرنا نعمل شراكه بينهم ممكن ده يبقى الاثنين يبقى عندهم ده يزرع زيتي. حاجه بالزبط. وممكن ده يزرع حاجه ثانيه ويبيعوا بقى لشركات كبيره زي كارفور ودانوب. واحنا عملنا المشروع ده اعلان ثاني. انت ليه بتعملوا كده فيا؟ عملنا المشروع ليه انا ماليش دعوه بالاعلان في خمس اسطح، يعني هو اوريدي اتنفذ في خمس اسطح في قريه طه. طيب قولي لي، هل في مسابقات بيتم عملها للمشاريع اللي بتعملوها؟ بيتم توزيع جوائز ولا ولا ايه اللي بيحصل؟ ايوه بيكون في مسابقه اخر السنه خالص بتجمع تيمات إناكتس كلها، إناكتس ايجيبت كلهم بيتجمع، وكل تيم بيبتدي يطلع يشرح المشروع بتاعه ويعمل برزنتيشن عن المشاريع اللي اشتغلها طول السنه. بيكون في لجنه تحكيم موجوده. هو بيبقى اكتر من مشروع طول السنه مش مشروع واحد؟ على حسب، يعني في تيم يشتغل على مشروع، تيم يشتغل على مشروعين، سو ماكسيمم 3 مشاريع يعني في السنه. فبيكون في لجنه تحكيم موجوده بيشوفوا مين اكتر تيم البروجكت بتاعه قدر يعمل امباكت اكتر او يحقق ان هو حقق انجاز. هو ده التيم اللي بيكسب، بيسافر بقى بره يمثل مصر في الورلد كاب، يعني هي كل دوله بيطلع منها جامعه واحده بس. طيب بتحددوا على اساس ايه ان انتوا تعملوا السنه دي مشروع او مشروعين او اكتر من كده؟ حسب الوقت ولا حسب المشروع اللي بيقدموه لكم؟ هي بتبقى على حسب حاجات معينه. اولها ان بعد الاورينتيشن احنا بيتحدد لنا كرايتيريا معينه لازم تكون متواجده في المشاريع اللي احنا بنعملها. اولها طبعا الانتربرينورشيب، العمل الريادي. ثانيها الامباورمنت، ان احنا نعرف نمكن الناس. اللايفليهود اسيتس لازم تتحسن، اللي هي بتتكون بقى في الماديات بتاعه الناس، السوشيال الفيزيكال الهيومن، الحاجات دي كلها. واخر حاجه السستينابيليتي، الاستدامه بتاعه المشروع. لو احنا لقينا ان احنا ممكن نحقق الاربع حاجات دي في كذا مشروع هننفذ المشروع، عندنا الامكانيه ان احنا نعمل الكلام ده هننفذه. ولو لقينا تارجت اودينس متاح برضو لينا المشروع هيتنفذ وهنعدي ممكن مثلا 3 4 مشاريع. السنه اللي فاتت كان في جامعات معديه الخمس مشاريع تقريبا. والله يعني يعملوا مشاريع كتير، خمسه يبقى يعني كتير جدا وسط الدراسه وسط السنه الدراسيه. واحنا اهم حاجه فعلا بنركز عليها في مشاريعنا هي الامباورمنت، اللي هو انا ما اعملش مشروع اشوف حد محتاج واعمل له مشروع واسيبه وامشي. لازم اهم حاجه بنركز عليها ان انا امكنه من المشروع ده، يعني انا بعد ما اسيبك وامشي انت هتقدر تكمل في المشروع. احنا هنشوف كمان معانا صور المشروع تاني دلوقتي. ده كان مشروع اللي هو تعليم البنات اعاده تدوير المخلفات الالكترونيه في منشيه مصر. ده البنات اللي بيشتغلوا اصلا في المهنه دي، انت بتعلموهم ازاي بقى المخلفات الالكترونيه؟ هما كانوا بيشتغلوا في البلاستيك، فاحنا بقى علمناهم يستغلوا المخلفات الالكترونيه. ده كان سيشنز بنديها للولاد اللي هناك، الشباب اللي هناك بيبقى كل شاب عايز يعمل اللي هو زي البيزنس الخاص بيه، فكنا بنديهم دورات تدريبيه ازاي يدير المشروع بتاعه ويعمل له ماركتنج. وده اللي هو الامن الصناعي، كنا بننزل الورش بقى نعلم العمال هناك الامن الصناعي. تعملوا توعيه يعني؟ توعيه للامن الصناعي. تمام. طيب احنا ازاي نقدر ان احنا نوصل الكلام اللي بيحصل في الجامعات ده للمدارس، ان هو يبقى المشروع يبتدي يكبر وطلبه المدارس كمان ان هو يقدروا كل يعني كل مكان زي ما قلتوا ان هو يخدم المنطقه اللي حواليه او يشوف يقدر يعمل ايه للبلد ويقدر يعملها؟ ولو لو المؤسسات يعني ساعدتنا في اننا نعمل كده، المفروض ان اصلا الحاجات دي بتتطبق في المدارس، ان في النظام الجديد لازم ان المدارس كلها تطبق حاجات تساعدهم في انهم يقدروا ينفذوا المشاريع دي. يعني احنا عندنا في الكليه ما حدش كان يسمع عن إناكتس او ايه هي، بس لما الناس بدات تسال عرفت ان احنا ممكن نعمل حاجه زي كده ونساعد في تطوير المجتمع. طلاب المدرسه في اصلا مشروع اسمه الميني دولرز متطبق من جامعه برضو تابعه لإناكتس لطلاب المدارس. لطلاب المدارس هم بقى بيأهلهم، بيعلموهم بيزنس سكيلز، بيعلموهم ليدرشيب، كوميونيكيشن، كل ده بيتعمل فعلا؟ بيتعمل فعلا في المنصوره. بيساعدهم على انهم يقدروا يعملوا الكلام ده لما يوصلوا لمرحله الجامعه، وبيبقى عندهم مايند سيت مختلفه تماما عن ان اللي هو الجامعه كليه بس ودراسه بس. طيب احنا معانا صور تانية. ده مشروع جرين روفز اللي اتطبق في طحه، في قريه طحه في شبين القناطر. هو بيطبق بالشكل ده؟ يعني ده دي اليونت اللي كان بيتزرع فيها، يعني الاثنين دول من التيم بتاعنا اللي هم لابسين ابيض، والتاني ده صاحب البيت اللي احنا بنعلمه ازاي يزرع. الهدف الاساسي من المشاريع دي انها بتبقى رخيصه، لان التارجت اودينس بتاعنا غالبا بتبقى ناس محتاجه مساعده، فاحنا ما ينفعش نروح نقول لهم احنا هنعمل حاجه تكنيكال جدا وهتحتاج فلوس كمان، فلازم تقدم له حاجه بسيطه، حاجه بسيطه سهله التعامل وبرده تكون فيها سستينابيليتي. زي ما قالت شيماء، لازم بعد ما احنا نتخرج ونمشي المشروع يفضل واقف على رجليه، مستمر. وان هو كمان بتدربوه ان هو ممكن يدرب حد كمان ويوري له ازاي يقدر يعمل المشروع. صح. ده بالظبط. تمام. طيب قولوا لي انتوا بتسعوا لايه بعد كده الفتره اللي جايه؟ هيكون انتوا عملتوا 11 مشروع، السنه دي هتعملوا ايه؟
المفروض ان السنه دي باذن الله مستنيين احنا الاورينتيشن عشان نقدر نحدد المشاريع، بس السلوجان بتاعنا السنه دي اللي هو رود تو جريتنس، يعني احنا بس مش مقتصرين على المشاريع، لا احنا بنحاول ننمي كل واحد موجود ومشترك في النشاط بحيث ان هو لما يتخرج يبقى عنده استفاده شخصيه، اللي هو انا لما اشتغلت في المشاريع دي انا فعلا طبقت اللي انا اتعلمته في الكليه، انا اقدر اشتغل بعد كده بالظبط. وده يعني اللي هي حته الخبره، اللي هو حضرتك دايما تسمعي لما انا بتخرج واروح اقدم على شغل دايما يقول لي فين الخبره، انا لسه متخرج. ايوه فهو بيقول لي لا انا الحاجات دي انا بتعلمها بقى وبشتغل بيها. انا 5 سنين جامعه انا اشتغلت بالظبط، انا فعلا اتعلمت بيزنس طبقته واشتغلت بايدي و لو ان انت تقدر ان انت تشغل بيزنس وتعرف البيزنس ازاي يشتغل ازاي، ده يعني دراسه عامه، المفروض ان ده يدرس، لان انت بعد كده بتاخد وقت كبير جدا لو انت ما اتعلمتوش في الجامعه، بتاخد وقت كبير جدا بره وتخسر كتير لحد ما تتعلمه. هي دي بقى ميزه انكتس، ان احنا بنتعلم الحاجات دي وبنطبقها في نفس الوقت، بنعمل مشاريع عليها. هم هدفين تو اللي هو ديفلوب ذا كوميونتي وديفلوب اور سيلفز. احنا بنشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده، بنتمنى لكم التوفيق، وبنتمنى ان الفتره الجايه المشاريع تكون اكتر ويكون المشروع ده يتطبق في كل الجامعات، ان احنا نقدر نخدم شريحه اكبر من المجتمع وتعلموا الشباب ازاي ان هم يقدروا ان يعملوا مشاريع تفيدهم وتفيد البلد. احمد ايهاب طالب كليه هندسه شبرا، شرفتنا احمد. شكرا ليك. شكرا جزيلا. شيماء اشرف طالبه بكليه الهندسه، شرفتينا شيماء. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، خلص كمان يومنا كله، بكره ان شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد والاعلانات عليهم مش عليا.